كيف تابعتوا معنا اليوم؟ كانت مدينة العيون احتضنت المحطة الثانية من جولة فرقة الحبشي للمسرح الحساني بمسرحية الجديدة في قاع الميسا. هذا العمل المتميز اللي أكيد على أنه تفاعل معه الجمهور في جميع المحطات، وكذلك حتى مدينة العيون اليوم اللي احنا تشرفنا بحضور مجموعة من يعني النجوم، نجوم المسرحية لمتابعة هذا العرض، أكيد اللي مر في ظروف جيدة جدا. وبطبيعة الحال على أنه هذا نص نابع من الواقع الاجتماعي في قالب كوميدي، يعني كيف نعرفوا على أنه ظاهرة ترزيفتية ظاهرة تؤرق المجتمع، وهذا هو اللي تناولناه في هذا العرض المسرحي بطريقة اللي هي كوميدية. وبالتالي هو بطبيعة الحال على أنه ليعود عرض متميز، لأنه يجمع تقريبا صفوة من نجوم الكوميديا الحسانية من قبيل الفنان المتألق بوجمعه الجماعي، الفنانة المقتدرة نبيها برني، عزيزة بوغريون، يعني هذه أسماء اللي بطبيعة الحال لأنه تعودها الجمهور، عنده علاقة مع الجمهور، عندهم علاقة مع الجمهور من خلال الشاشة ومن خلال الأعمال دائما. اليوم عرضنا عرض مسرحية في قاع الميسا في إطار التوطين بدعم من الوزارة. العرض اليوم كان عندنا في مدينة العيون. هذا العرض المسرحي هو من إخراج الفنان عز أبلاغ، سيناريو عمر ميارة. هذا العرض كيعالج مجموعة من القضايا ديال الزوجين في واحد الطابع اللي هو كوميدي، ونبغي هذا العرض ينال إعجاب الجمهور اللي حضر اليوم، ونبغي نقول لهم شكرا على الحضور. وكانوا معايا نجوم اللي هو جماعي بوجمعة وعزة عزة بوغريون، ونقول لهم شكرا على هذا العرض الجميل، وشكرا لكم احسنتم على الحضور. اليوم قدمنا عرض مسرحي في اطار التوطين، العرض بعنوان في قاع الميسا. بالنسبه للعرض من اخراج استاذ عزيز ابلاغ وتاليف ميارة. بالنسبه لهذا العرض كان عندي دور الام، ام الزوجه اللي كانت دائما ملي تدخل تحاول انها تصلح بين الازواج، ملي كتشوف شي عقب بينهم ولا شي مشكل بينهم كتحاول هي ديما تدخل عنها بخط ابيض. كان عرض اليوم مسرحيه في اطار التوطين، مسرحيه في قاع الميسا، اللي هو مسرحيه كوميديه هادفه لتبين الحياه الزوجيه حقيقه، اللي كي حد من في الخيمه اللي اي زوجين لابد لهم مشاكل، غير هذيك المشاكل هي حلاوه الحياه. بين عندك المشاكل هي حلاوه الحياه، وحتى الناس المقبله على الزواج راه نقول لهم عندك المشاكل راه هي حلاوه الحياه، ما يخاف حد من العرس ولا من كذا. وكانت في طابع كوميدي واللي لقات استحسان الجمهور والحمد لله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابونا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.